مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا. صح عيدكم، صح عيد كل الأمة المسلمة. اليوم العيد وراهم متواجدين معنا ضيوف نرحبوا بهم. وانتم متواجد معنا شيخنا حمزة. أهلا أخي مصطفى، مرحبا بكم المشاهدي الكريم. مرحبا بك أستاذ علاوة، صح عيدك وكل عام وانت بخير. شكرا أخ مصطفى، شكرا على الدعوة. نقول صح عيدكم لكل الشعب الجزائري، خاصة يعني الشعب المتواجد يعني في ديار الغربة، هما اللي يحسوا أكثر يعني بالعيد. وأيضا نقول صح عيدكم للضيوف اللي راه معنا لهنايا، وشكرا مرة أخرى على الدعوة. وأنا نشكرك على قبول الدعوة. هاي متواجدة معنا مديرة مركز دار العجزة بسيدي موسى سابقا. مرحبا بك سيدة بلحي، وصحة عيدك وكل عام وانت بخير. مرحبا بك خويا مصطفى، وكل عام نتوما بخير، وشكرا بزاف على هاد اللمة الجميلة، على هاد الوجوه النيرة اللي راهي حاضرة معنا. وبهاد المناسبة نقول لهم صحة عيدكم، كل عام نتوما بخير، كل الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. كريم مصباحي، صحة عيدك وكل عام وانت بخير. يا على كل حال، صحة عيدك مصطفى، وصحة عيد الشعب الجزائري. وانا ما نتخلاش يعني كي تعيطوا لي حقدا يعني في المناسبات هذا تاع العيد، لازم نكون حاضر في دار العجزة ونكون حاضر مع الناس المسنين هادو. يعني انا اللي نشكركم. مشاهدينا الكرام، نروحوا نشوفوا هذا الروبورتاج بعد هذا الفاصل. اي عيد يعاد على امهات تخلت عنهن فلذات اكبادهن حين بلغن من العمر عطيه؟ أي عيد سيفرح أمهاتنا بعد أن ذاقت عليهن الدنيا وتوشح السواد في أفقهن المثقل بالعتمة؟ ومع ذلك إنه عيد. مضى رمضان، شهر الخيرات والبركات، إنه العيد، فرصة للتسامح وصلة الرحم. إنهن أمهات ينتظرن بفارغ الصبر، فلا تبخلهن لقاء حميما مريحا. احنا رانا براويه ونروحوا نشوفوهم باش ننسوهم، نضحكوا معاهم. انا والله كي نروح نصيب روحي، سختو دوك العجايزات وكم انا يحبوني نقصر معاهم، نضحك معاهم، ناخذ لهم بخاطرهم، يهضروا واش يهضروا، نتقبل، يهضروا على اولادهم، نقول هاي عندك الحق. دونك انا نقول لهم ربي يهديكم ان شاء الله. لهاد الناس الله يهديهم، الله يهدينا، باسكو انا خدمت هادو ما تاع لي جون تاع دار الشيخوخه، فريمون صافي مال. نشوفهم والدية، أنا اللي نشوفهم أنا يما وبابا ربي يرحمهم، مي نشوفهم والدية. جو فوا با كيفاش راهم يرقدوا، عقوق الوالدين ما كاش، ما نقدروش. هادو والدين مهما تكون صفتهم. تتعاقب بهم سنوات العمر وتدركهم المواسم، ماكثين بمختلف دور العجزة. عيد الفطر يشكل فرصة سانحة لهم، عساهم يتناسون شيئا من الحرمان، وهم من اضطرتهم الظروف لاستكمال مسارهم في الحياة بعيدا عن دفء العائلة. باش واحد يرمي والدي في دار العجزة هذا راهو حرام وعيب. دوك انا في عواشر يعني، وهاد الايام، هاد الايامات تاع العيد ورمضان وكلش، كيفاش يعني ما فهمتش انا هاد الجيل تاع هاد الوقت اللي يعطيه قلبه ويرمي والديه في دار العجازه. بزاف توجع، ما حش يحسوا بها دوكا حتى يولوهم كبار، بين حجيهم التور ولادهم خطروا خا يشوفوهم باللي رموا ماليهم، مام هما يجيهم وقت يعاودوهم ثاني كيرموهم. هادي حاجة بزاف تقيسني أنا، كوم جي بيردو مون بيغ كنت بزاف صغيرة، دونك كون نسيب يعاود يرجع دوكا نهار برك نحطو فوق راسي، جامي نخمم ندير حاجة كيما هكا. ومام هما حتى نهار اللي يخسروها ما حيحسو بيهم باللي باغون تاعهم بزاف. يكفي أن تقوم بالتأمل في هذه الوجوه النيرة حتى تقرأ على محياهم قصصا يندلها الجبين، وأخرى تكتب بماء العين. أنا ما نقولش للمسنين، أنا نقول لولادهم، أنا نقول لولادهم احترموا روحكم واحترموا نفسكم، وشوفوا مادام الحال راهو أنكور تو كما يقول الرومي، فهمتي؟ مادام مازال الحال وربي ما كتبهاش عليكم، روحوا جيبوا والديكم، عيدوا معاكم،
وديروا والديكم فيه في حضانكم خاطرش الدنيا ما فيها والو. كلهم ربي يكون معاهم هذا ما كان واش تحبين نقول لهم؟ ما عندنا حتى حل، انا ما عندي حتى حل، انا وكان نصيب واحد عجوزه ولا شي حاجه يعطيوها لي ولا نجيبها لعندي للدار، ما كانش مشكل، ما عندي حتى مشكل، لا بابا لا يما، غير انا ومرتي وولادي. انا نقول للناس هذو لم يرموا ولديهم في دار العجازه، نقول ربي يهديهم ان شاء الله، نورمالمون صله الرحم عمرها ما تنقطع، اون بليس ان شاء الله نهار العيد ربي يحنن القلوب ويروحوا يزوروا والديهم، باسكو اللي يرمي والديه يجي نهار ولاده يرميهم. مشاهدينا الكرام، يا للاسف يعني كان بعض من العائلات يرمي باباه ولا يرمي اخته ولا يرمي يماه في مركز دار العجزه، يعني هذه حاجه ماهيش مليحه، ما يحبها ربي ما يحبها للعبد. راهم تواجد معنا شيخنا حمزه باش يقول لنا على هذو الناس لم يغلطوا مع والديهم. شيخنا كما شفنا هذا الروبورتاج وكاين بزاف اللي يرمي يماه ويرمي باباه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد، أكرر التحية والترحيب بالمشاهد الكريم وبهذا الجمع المبارك الكريم. أقول لكم عيدكم سعيد، عيدكم مبارك، عاده الله علينا بالبركات والخيرات والمسرات. ما شاهدناه الآن يعني هذا من الأمور والله المحزنات المبكيات المؤسفات. الله جل وعلا يعني قال في طيات كلامه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات من سورة الإسراء. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لو علم الله جل وعلا شيئا في العقوق أدنى من أف لحرمه، فما بالك بالكلمات الغليظة والشديدة والقاسية. لهذا يعني بعض يعني ما شاهدناه الآن يعني الآن يعني يعني تجد يعني قسوة في قلب هؤلاء الأبناء. والله يعني حتى ربما لا يصح أن تصفه بالولد أو أن تصفها بالبنت، لأنه والله تجرد من العطف ومن الرحمة ومن الشفقة إلى غير ذلك من الأمور. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة وكبد على كبد. أن تصور أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حتى سبحان الله العظيم يعني حتى في الشرك ماذا يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني تصور أين هي المصاحبة بالمعروف وأين هي تلك يعني الشفقة. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه رجل من الصحابة يعني يحدو شوقه إلى جنات ونهر، فيقول له: يا رسول الله أذني بالجهاد. يعني تتصور أنت يعني خصال هذا المجاهد وخصال الشهيد في الإسلام يعني له خصال عظيمة جدا. تصور يقول: يا رسول الله أذني بالجهاد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ فقال: نعم. قال: الزم قدمها فثم الجنة. تصور يعني كيف الإنسان الآن يعني والله يعني الآن يعني يرمي بوالديه في دور العجزة. هذا قلبه والله قاسي، قلبه فيه شدة وفيه غلظة. الله سبحانه وتعالى حين وصف القلوب قال: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار. يعني هذا والله هذا بما تشبه قلبه، يعني هذا والله أمر مؤسف جدا لهذا الإنسان. والله هذا من العقوق والعقوق من الكبائر. شيخنا احنا رانا متواجدين في هذا المنبر، واش النصيحة اللي تعطيهم اللي يرمى يماه ولا رمى باباه ولا رمى اختو في مراكز دار العجازة، واش النصيحة اللي تعطيه له؟ نعم والله نعم، الإنسان حين يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هذا فيه تقريع نعم وفيه تخويف، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأكد عليها، فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والله سبحانه وتعالى يعني هو الذي نادانا بأرق عبارة وأجمل نداء، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني تصور الإنسان، الحمد لله الإنسان يعني باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد روح، الإنسان يراجع نفسه، نعم إنسان يراجع، خاصة الأمر إذا تعلق بالوالدين، فالأمر والله جلل والأمر عظيم والأمر يعني خطير ليس بالهين. لهذا الإنسان يعني بينه وبين الله أولا التوبة، ثانيا نعم يعتذر من والديه، يعني قبل أن يدركهم الموت، نعم قبل أن يدركهم الموت. الإنسان ما دام في ما دام يعني هناك فسحة وهناك مجال فليتدارك، فليتدارك بإذن الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهو القائل إن رحمتي سبقت غضبي. شكرا شيخنا، وقل لك مشاهدينا الكرام نشكر شيخنا، ونقول لرما يماه ولرما باباه في مركز دار العجزة يروح يسلم عليه قبل ما يفوت الحال. نرحب بضيفتي الكريمة، مساء الخير سيدة وردة، مرحبا بك بنا، ونقول لك صحة عيدك وكل عام وانت بخير. مساء النور خويا مصطفى، يعطيك الصحة على هذه الاستضافة، صحة عيدكم، صحة عيد كاع الجزائريين أمة إسلامية إن شاء الله. يعني احنا نشكرك على هذه الحلويات التقليدية والعصرية اللي قدمتيها لنا وقدمتيها للمركز دار العجزة. بلا مزيه خويا مصطفى، يستاهلوا، هما اللي لازم نقوموا بهم ولازم نبادروا بهذه المبادره، وان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله، واللي عنده كما يقول اللي عنده يماه واللي عنده باباه يحافظ عليه. نعم نعم، ويعني هادو اللي هم في مراكز الشيخوخه يعني هما راهم والدينا، هما راهم والدينا اكيد، هما ولادهم مرماهم بصح حنا نروحوا ليهم نحوسوا عليهم نزوروهم اكيد، ندخلوا لهم البسمه الفرحه. نعم. نعم. غير تشوف يعني تشوفوا قدامك برك يضحك الدنيا وما فيها. بارك الله فيك. الله يسلمك يا مصطفى. سيده بلحي، نزيد مرحب بك مره ثانيه. شكرا. نعم، واش تقولي لنا على هذو اللي هم يرميوا امهاتهم؟ يعني انت عندك خبرة كبيرة. شكرا. في مراكز دار العجزة، يعني كنت في مركز دار العجزة دار إبراهيم ورحتي وزدتي رحتي لسيدي موسى. نعم شكرا أخي مصطفى. وش نقول لهم؟ نقول لهم لازم يدركوا نفسهم قبل فوات الأوان. نعم. لأن الأبوين الوالدين كي كبروا وتخونهم الصحة تاعهم ويدوفيان تخي فراجيل، دونك هذاك وين لازم لهم العناية تاع الأبناء تاعهم، هذاك وين لازم لهم الحنان، هذاك وين لازم لهم الحب، لأنهم كي يكونوا صغار بصحتهم يكونوا ربي ويجري ويتعبوا يكونوا ما يحتاجوش يعني ولادهم. نعم. يعني يكونوا هم يمدوا لهم العطاء. نعم. يكون يجي قبلهم كي يكبروا وما يقدروش مساكن صحتهم تخونهم يوجيهم الامراض وكل شيء، هذاك وين هذاك وين يحتاجوا ولادهم. هما مساكن مدوا للابناء تاعهم، مدوا 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 حتى ما بقى والو بصحتهم. نعم. كما نقولوا دوكا نحنا كبار نجربوا في الصحه كي تخونك زيدوا يخونك ولادك. نعم. زيد ماشي ما كاينش غير الابناء، كاين حتى الاخوه، كاين الاخواتات، كاين العائله، دوكا حتى العائله ولات تنصلت من هذه المسؤوليه، من هذا الحب للعائله والمحافظه على العائله بكريم كريم، مام الخالات والعموم والولاد والخوال وكل شيء كامل، ما يخليوش العجايز، ما يخليوش. نعم. واحد كي يكبر في السن ما يخليوهش، ما يرميوهش، يقول لك الحمنا احنا نلموه، ما نخليوهش يروح لدار العجزة. نعم. ولو ان دار العجزة ما نخبيش عليكم، عندهم كل عناية، يعني ما خصهم والو، خصهم الدفء العائلي. شوف عندهم عندهم شوف الرعايه الطبيه النفسيه التربويه حتى يعني الثقافيه. نعم. نعم. الخرجات كل شيء، الناس، ونشكر بهذه المناسبة الناس من المحسنين اللي كانوا عندهم يعني وزارة التضامن كذلك يعني تعاونهم المحسنين ما يخليوش هذا الدور، والله غير النص تاع الميزانية كانت تجينا من برا، تجينا. نعم. من عند المحسنين. نعم. في العياد من العياد العيد كنت نجي ونشوف الخير وتقولي لي هذا من عند المحسنين، المحسنين بعتوهم للعمرة بعتوهم للحج، كاينين كانوا حابين يتبنوا كانوا حابين يديوهم. اللهم ما نهضروش على العمرات، كاين محسنين. نعم. للان كاين واحد المحسن ما نقدرش نقول اسمه. نعم. للان كل عام كان يمد 10 عمرات. اللهم ما نهضرلكش على الكباش، الكباش تاع العيد كاين. نعم. ديفا يوصلوا حتى 40 45. انا كنت نجي كنت تذبحوا كنت تمدوا للناس واحد اخر وتقولي لي هادو نخلوه ما نقدروش نذبحوهم كامل، نذبحوهم كامل نرجع نذبحوا بشويه بشويه ما شاء الله. كانوا يشدوا لنا الكباش ديفا 6 شهور ديفا 8 شهور. نعم. يرعاو بهم ايتو. مراكز دار العجزه زمان كانوا بزاف، دوك بداو ينقصوا، علاش ما كاش بزاف العجزه؟ نقصوا
بفضل هذه التوعيه التوعيه تاع لي زيميسيون اللي راهم يجوزوا بفضل التوعيه يتوما ولاو شي يدوهم لدون عجزه صوف اللي هو ما عندوش اللي ما بقالوش ما بقالو لا ولد كاين اللي ما تزوجوش نقولوا بلي دون عجزه ما فيهاش غير اللي غير اللي ولادهم سامحين فيهم دون عجزه فيها كاين معوقين كاين رجال والنساء اللي ما تزوجوش ما ولدوش واغلبيه تاعهم ما عندهمش الاطفال ما عندهمش ولادهم دونك ما عندهمش شكون يتكفل بهم من الحمد لله اللي كان واحد معوق في مركز طلعه جزاء بسيدي موسى يعني زوجته فرحت له يعني خرج من المركز كاين هو كاين كاين شحال عده حالات اللي زوجناهم في دليل ابراهيم ثاني زوجنا شحال عده حالات وناجحين للان مازالهم كنت نشرط عليهم يعقدوا عليهم علاش يعقدوا عليهم حاجه الاولانيه واش تقول لهم لازم تعقد عليهم خاطر كي يعقد عليهم تدي لا روتريت تاعو او موا كي يموت الشيخ يتوفى تدي لا روتريت تاعو باسكو كاين بزاف اللي يجيو يقول لك حقروهم دافا يقول لك غير ندوجوا بهم غير بالفاتحه نو كنت نقول لهم يا تعقدوا عليهم يا ما مدهم لكم وحاجه اللي مليحه اللي ديرها كي زعما يجيها واحد كبير يحب يتزوج واش تقولوا حاجه الاولانيه تقولوا عندك بناتك عندك خاوتك تقولوا جيبهم لي انا هذه الحاجه اللي عجبتني فيك ماشي تمدلو تمتم ماشي تمدلو تمتم باش يكون العائله تكون قابله لك الصحه شكرا الصحه حوايج كيما هذا عندي ما نحكي عندي بزاف ما نحكي شكرا تفضلي رانا نشوفوا الحلويات التقليديه والعصريه ما شاء الله رانا نشوفوا حلوه الطابع رانا نشوفوا مقرط العسل رانا نشوفوا تلك المسكر ما شاء الله الله يسلمك اشتراك مسكر مطلوب بزاف في العيد الصغير يطلبوه بزاف كاين الطاولات الجزائريه كامل لازم تكون حلوى الطابع غريبيه صابلي هذوما لازم يكونوا بالاضافه الى حلويات تقليديه كما نقولوا احنا العرايش كعكعات المقروط وزين الطابله المقروط مقروط المقله نعم الزمان كانوا يديروا حلوى الطابع والغريبيه والمقروط دوكا راهم يديروا بزاف حلويات بزاف بريستيج وفيهم بزاف ديكور فيهم وي ويقول لك بريستيج انا نعرف حلوى الطابع التقليديه ونقول لها بريستيج ما شاء الله يا خويا يا خويا ما كاش كيما حلوى الطابع الغريبيه تشارك العريان مقروط هادو هما اللي نورمال في الطاوله تاع نهار العيد صباحه العيد يديروا هكذا هذوك اللي قاطوا هذوك خرجوا غير هنا وهنا بريستيج شوكولا الديكور هذاك كاين وين يضخموا بزاف الديكور كيما امهاتنا وابائنا راهم متواجدين في مراكز دار العجزة ما يحبوش حاجة تاع العسل ولا يحبوا حاجة تاع السكر يحبوا حلوة الطابع ويغمسوا في الحليب هذه غريبية وي نعم وي هذه هي ومحلاها طويلة الجزائرية نهار العيد ما شاء الله وكما كما المقروط تاع العسل بدلوا له وي ولا في المول يتخدم في المول ولا بزاف نقولوا احنا خرجوا بزاف لي موديل مي يبقى المقروط العسل هو مقروط العسل نعم مقروط يتخدم كما نقولوا تاع بكري اللي يخدموه امهاتنا هذاك اللي نعرفوه مي الاخرين راهم خرجوا غير ما يعني مع الليمون اللي خرجوا جددوا كامل الناس راهي تبدا يعني هذا ثاني ابداع شكرا سيداتي نوليو الاستاذ علاوه استاذ علاوه مال في روح المراكز دار العجزة وراح ليهم في شهر رمضان كيفاش لقيت امهاتنا وابائنا المتوازين في هذه المراكز يعني فعلا يعني شيء مؤسف ان نشوفوا يعني ابائنا وامهاتنا يكونوا في ديار العجزة وهذوما اللي راهم في ديار العجزة ربما عندهم الحظ اللي راهم في ديار العجزة باسكو رانا نشوفوا ايضا في المجتمع الجزائري كان بزاف يعني أشخاص بدون مأوى وحتى يعني ما عندهمش نظر يعني لقوانين أو يعني الوثائق اللي يطلبوها يعني دار العجزة دونك كاين حتى دار العجزة ما يقدروش يدخلوا لها كامل دونك رانا نشوفوا بزاف الأشخاص اللي راهم برا دونك يعني هذوما نقولوا باللي هذوما يعني اللي راهم في دار العجزة يعني شيء مؤسف أن الإبن ولا البنت ولا الأخت ولا ترمي أمها ولا أختها ولا في دار العجزة يعني ماشي احنا نشوفوا المجتمع تاعنا المجتمع الجزائري يعني مجتمع كريم مجتمع مسامح مجتمع يعني عنده المبادئ دونك هذو ما ربما يعني حالات شاذة أو حالات خاصة دونك ماشي الأغلبية احنا نشوفوا يعني ربما كان حالات اجتماعية كما قالت يعني السيدة كاين ما عندهمش أبناء كاين ما سعفهمش أنهم تزوجوا لكن يعني الشيء الجميل يعني رانا نشوفوا يعني المديره شفناها مقبلات تتكلم عليهم يعني بحنان يعني تشوف يعني الصدق فعلا ملي كانت تخدم هذه الناس
اللي كانوا في هذا الشيء يعني يفرح ايضا نقولوا ما لقاوش يعني ولادهم الحقانيين، لكن لقاو فيها الحنان، يعني هما مبارح عليها واش كانوا يحيطوا لها ماما بالحي دونك لقاو الحنان يعني من عمال يعني هاد المراكز يعني اللي نشكرهم كثير. وحنا يعني كما كان يعني كان عندي الحظ لاني في البلديه دونك رانا نقدموا لهم يعني زيارات نروحوا ونساعدوهم يعني في الحوايج اللي نقدروا يعني الخدمات اللي نقدروا نقدموها على المراكز رانا نقدموها لهم. لكن يعني ان شاء الله الشعب الجزائري يعني يتوعى كما قلنا بفضل يعني هذا الحصص وبفضل يعني المجتمع الجزائري بدا يدخلوا الوعي ان شاء الله يعني ما نشوفوش يعني كثير حالات كما هكذا سواء في ديار العجزة او خارج يعني برا. شكرا استاذ علاوة. نولي السيدة بلحي. السيدة بلحي يعني كانت وحدة مقيمة عندك وتوفات، مور الوفاة تاعها العائلة ديالها انت عيطتي لهم، احكينا على هذه القصة. كاين عدة حالات يعني تاع امهاتنا اللي توفوا، كاين نحكي لك على وحدة. نعم. وحدة كانت مسكينة تخدم فام دو ميناج وقبل ما تموت تعذبت، الروح تاعها ما حبش تخرج مسكينة وتقول لها حبيت ولادي. كانت حابة تشوفهم وفين تكونت ولادها ما جاوش. نعم. جات عروستها كانت في واحد الجمعية دايغ، انا انخلعت كي قالت لي انا نعاون الناس في واحد الجمعية. جات عروستها داتها وفين تكونت، قلت لها باش داتها. نعم. قلت لها ديها ما باقي لهاش بزاف، قلت لها بالك تخرجيها من المركز تخرج روحها. ايفيكتيفمون داتها في ديك الليله ماتت. قالت لي تعرف واش تقول لي عروستها داتها، تعرف واش كانت تقول لي بلي كون ندخل بها راه راجلي يحاوزني. قلت لها بصح هي ولدها يحاوزها. الوغ كو هاد المراه تعبت عليهم بزاف ورباتهم وما داتش فيهم يعني الشر. كي داتها في هذيك الليله غدوه من داك تليفونات لي قالت لي هي ماتت، ما لقاتش ولدها، لقات عروستها داتها كامل مع عروستها. كاين حاله واحده اخرى ثاني، كانوا حيين ما يجوش يطلعوا عليهم، نهار اللي موتوا يجيو يديو حوايجهم. نعم، كما هذيك اللي كانت تسكن في باب الواد اللي كانت عايشه مع اخوها وتنازلت لخوها على الدار. عاد الدار تنازلت على اخوها على الدار، فكرك في الشهاده. نعم، هي تنازلت كتبت الدار على اخوها ومن بعد خرجها اخوها من الدار، جات لدار العجزه كي ماتت جاو يحوسوا على حوايجها. عيطت لهم باش يجدوها تاع المحسنين، ماشي زعما جابتهم من دارها ولا تاع الناس اللي صدقوا عليهم. ونقول لك حاجه ثاني، كحد ظاهره واحده اخرى. نعم تفضلي. يعني مهما ولادهم سمحوا فيهم يبقاو هاد الاباء والامهات يبقاو حنان على ولادهم. نعم. على بالك يمدوا لهم نشوفهم. بارك الله فيك، هذه النقطه جيت راح نقولها لك. شوفها المحسنين وين يروحوا يخبيو هاد الصدقه باش كي يخرجوا. دي فوا كنت دفوا انا نعيط لولادهم باش يجيو نقول لهم ديهم غير ويكاند ايتو، هذوك الدراهم كاع يعطيهم لولادهم. كي نقول لهم علاش يقولوا لي ما يلحقوش. اذا شوف الحنان تاع الوالدين شحال يعني عظيم جدا. شكرا السيده بحي. كريم مصباحي معروف صحه الفنيه التقني الاجتماعي، ورنيت بزاف على الامهات، غنيت على الاطفال، غنيت على الزواج، غنيت على الطلاق. كيفاش جاتك الفكره باش تغني على الوالدين؟ بون انا الفكره تاع الوالدين كيف حتى خممت باش نغني الاغنيه تاع الوالدين. بون غنيت على الام هي المهمه. نعم. ومن بعد زدت غنيت على الاب من الجمهور تاعي. نعم. الجمهور تاعي قالوا لي كيفاش غنيت على الام ونسيت الاب ما نعم. هو ثاني قاصه في الدنيا هذه وباباك. نعم. جاتني الفكره هذه باش درت الاغنيه تاع البابات. ومن بعد من البابات قلت انا علاش ماشي ندير اغنيه على الوالدين، الاب والام، وندير اغنيه على الوالدين. ودرت اغنيه على الوالدين يعني وكانت ناجحه. نعم. يعني الاغنيه على الوالدين حاجه نقولوا تهلا في والديك قبل ما يروحوا. نعم. يعني الدنيا وسجلتها في مركز دار العجزة في مركز سيدي موسى. يعني الحق شكرا وخدمنا تماتيك وكان الكليب لاباس به.
شكرا كريم مصباحي. مشاهدينا الكرام كما شفنا الكليب تاع كريم مصباحي، كريم يعني هذوك اللي كانوا معك في الكليب مقيمين في مركز دار العجزة، مقيمين في مركز في سيدي موسى، في سيدي موسى، وكاين اللي راه متوفى الله يرحمهم، الله يرحمهم، الله يجعلهم من يعني باش تشوف يعني كيفاش الابن كيشوف يماه يعني تعاني حق ذاك وما جاباش واليوم توفت. انا بالنسبه لي الضمير ما عندوش ضمير يعني، ونقول له واش راه يستنى فيك. هذه كريم نقول لك بارك الله فيك يا خويا، الله يسلمكم، الله يسلمكم، صحه عيدك وصحه عيدكم انتما تانيتك، وصافي بليزير اللي راني اليوم مع استاذه. نعم صافي بليزير واش خدمت كاع يعني في حياتها. واليوم رانا عاودنا تلاقينا لهنايا وراك تشوف ومازالهم الان يسقسيو عليك، كي نروح انا يسقسيو عليك ويحوسوا عليك. صافي بليزير سيده بلحي، اليوم العيد خليتي العائله ديالك وجيتي تجوزي معنا العيد، واش تقول لنا بهذه المناسبه؟ شكرا، نشكرك بزاف. انا اللي نشكرك يا مصطفى، نشكرك. انا نقول لكم نعتبرك سنين وانا غوتريت يسلمك، ثلاث سنين يعني كان الكوفيد وما كناش نخرجوا وغوتريت، راك عارف بلي واحد ما يبقاش كيما كان بكري يعني، الناس تحوس عليك دوكا، واحد ما يحوس عليك، التليفون ما يصونيش. انا تليفون صونا تسقسي عليا، انا سقسي عليك، كاين جاي يسقسي عليا مساكن، والله غير بالتخبانيه بالما في الميسنجر، باسكو كاين اللي راه مامي معايا ساعات يقولوا المربيات يقول لهم عيطوا لمدام بلحي نهضروا معاها. اليوم العيد باش تقدم نقول لهم صحه عيدكم وكل عام انتم بخير وربي ان شاء الله يطول لكم في عمركم ويطول لكم في عمركم انتم تاني كل مريض ربي يشافيه وشكرا. وانا نقول لك صحه عيدك وصحه عيد عائله بلحي الكبيره والصغيره. تفضلي. نقول لكم صحة عيدكم ويعطيكم الصحة على هذه الاستضافة، ورانا فرحانين كي شاركناكم وشاركنا أمهاتنا في هذه الفرحة، فرحة العيد يوم العظيم. وبالمناسبة نترحم على الوالد ديالي وإن شاء الله ربي يحفظ لي أميمتي إن شاء الله وصحة عيدكم إن شاء الله يا ربي. استاذ علوة شكرا يعني للجميع، يعني انا جيت سعيد يعني لهذا يعني البلاطو تاع اليوم العيد، وخاصه يعني راهو مخصص يعني لامهاتنا وابائنا اللي راهم في دار العجزة، يعني شيء فرح ان يعني كما قالت يعني الاستاذه اللي كانت مديره ودوك راهي يعني متقاعده، قالت لك يعني بدا العدد ينقص ان شاء الله، ما يكونش كاع منا اللي فوق ان شاء الله ما يكونوش يعني هاد الدير هذوما ان شاء الله، يكون وعي يعني للشعب الجزائري. وكما ايضا نقول لكم ربي يجازيكم يعني انتم كاع اللي راكم تقدموا هذه الخدمات واكم تعوضوا يعني العائله تاعهم، سواء يعني الاشخاص اللي يخدموا في هاد يعني ديار العجزة او الاشخاص ايضا كما يعني الاخ كريم صباح يعني اللي راه فنان ويزورهم ويعطي لهم يعني يعطي لهم الحب ويغني عليهم الى اخره، كما الاخت ثاني اللي راهي تبذل مجهود يعني تدي لهم الحلويات ومنا. نعم دونك يعني هذه خصال الشعب الجزائري، وان شاء الله يا ربي هاد الناس هذوما ربي يفرج عليهم وما يكونوش عندنا حالات كما هذوما. شكرا علينا ان شاء الله. وانا نقول لك صحه عيدك علاوة. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام نرحب بضيوفي الكرام، مساء الخير الاستاذه سعديه مختصه في علم النفس، مرحبا بك وصحه عيدك وصحه عيد كل الجزائري اللي يشوف فينا اليوم وكل الامه الاسلاميه. وانا نقول لك صحه عيدك وكل عام وانت بخير، نوليو الغني الجزائري غني صحة عيدك كل عام وانت بخير، يعني مالف تشارك معنا افراح يعني تاع الاعياد الدينيه، ومالف تجي معنا لمراكز دار العجزة، واليوم راك متواجد معنا. اولا نقول لكم صحة عيدكم، ان شاء الله ينعد علينا بالصحه والهنا والبركه، وشكرا على هذه الاستضافه، وكل عام وحنا بخير والحمد لله، يعني جوزنا رمضان بالخير والهنا، وهذه هي فرحة العيد إن شاء الله نجوزوها بالفرح والسرور إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا. مرحبا بضيوفي الكرام، مساء الخير صحة عيدك كل عام وانت بخير.
نقولكم صحة عيدكم، كل عيد وانتم بخير للشعب الجزائري والأمة العربية ولكل الشعب الجزائري. تاني تكنا بمناسبة رمضان كنا صمنا بالصحة ولهنا، ونتمنى لكم بالتوفيق إن شاء الله، وشكرا على الدعوة. شكرا. نرحب بأستاذ محمد، صحة عيدك، كل عام وانت بخير. صحة عيدكم كامل كما رأيكم، وصحة عيد يا الشعب الجزائري إن شاء الله. شكرا. يعني انتم انا تعرفت معكم في مراكز دار العجزه. احنا مراكز دار العجزه راهي بيتنا الثانيه. نعم. سما نروحوا لهم في دار اشوفوا، نروحوا لهم نطلعوا عليهم نزوروهم، وبالاخص في الاعياد. نعم. سما نسيبهم وحدهم كامل، نكونوا حنايا كجمعيات، كاين عائلات ثاني يرافقونا باش نروحوا نزوروهم. نعم. مي والحمد لله عندنا علاقه ود بيناتنا. نعم. كي يشوفونا غبنا شو يحسوا بالفرق، كي نكونوا حاضرين كي يكونوا غايبين. نعم. ولينا كي نروحوا جوهم اللي يلاقونا، مش احنا اللي نروحوا نلاقوهم. نعم. باسكو يقول لك اشاك فوا لازم تشوفونا، ما عندناش ولادنا، وكاين عائلات والحمد لله من خلال الحصص اللي كنت تديرهم استاذ. نعم. مصطفى. نعم. كاين عائلات يعاودوا جاوا سقساو على والديهم. نعم. كاين لي عائلات اللي ما على بالش باللي يعني كي تجوز الحصه يشوفوها. كاين واحد يرمي يماه ولا يرمي باباه، بصح هذاك اللي رمى يماه ما تهضرش مع اختها، ما تهضرش مع اختها، يديها النف كي تشوف اختها في مركز دار العجازه تروح تجيب اختها. كاين لي عائلات اللي ما على بالش باللي وليدها رمى يماه، تسمى كاينه عائلات وحده اخرى كي تشوف باللي رماها يعاودوهم يجي ريكوبيريهم. كاين اللي يجي دي خالته، كاين اللي يجي دي عمته، كاين اللي يجي دي اخته. يعني في مركز دار العجزه يعني ما خصهم حتى حاجه، ما خصهم الحمد لله الدفء العائلي، ما خصهم الدفء العائلي الاسره تاعهم، وزاره التضامن يعني راهي تعاونهم. انتم كي تروحوا ليهم باش تعاونوهم، عابكم ماشي يحوسوش باش تلاقيهم بليغات وبالهدايا، حبوا كي تجي ليهم تهتم بهم. نعم. اللي تفكرتهم معنويا، معنويا يحتاجوا ويحتاجوا العائله تاعهم. نعم. مهما يكون واش توفر لهم الجمعيات ولا توفر لهم دور العجزه ولا وزاره التضامن، هما يحتاجوا الاسره تاعهم. نعم. كما كانت تقول الاستاذه كاين حوايج اللي احنا ما نقدروش نوفرهم لهم. نعم. الاستاذ محمد يعني ما فين تروحوا لمراكز دار العجزه، كيفاش يستقبلوكم؟ كيفاش تهضروا معاهم؟ يستقبلونا ما شاء الله. استقبال مليح وكلش. يعني وناس تعرف هما واش يحوسوا واش يقولوا لكم واش ما تعرفش شكون مساكن هكذا على ولادهم يسمك يرموهم وكلش، يقول لك ربيت وكبرت وتعبت وكلش. نعم. واخا تلقى تروح في طلعه جازه هنا مرمي يعني للاسف يعني تحيل كيفاش يعني كيفاش ولادهم ووالديهم طلعه جازه يعني تحيل. هذه هي اخويا مصطفى. الاستاذه يعني هما هذوما اللي راهم في مراكز دار العجزه واش يحوسوا واش يقولوا لكم؟ عباك انت كي تروح لي واش يقول لك؟ يقول لك وليدي بنتي. نعم. راحت وخلاتني. نعم. يقول لك نتمنى كون تجي تشوفني برك، كنت تديني ليله وحده مات عندها. مي كان لي ظروف وما يقدروش يجوا يدوهم، كان لي هما اصلا الاولاد والديهم الاولاد تاعهم راهم عايشين في ظروف ما يقدروش يدوهم. نعم. سمح لنا من الكوتي تن صحوش من ظروف الام، تقعد الام والاب يقعد الاب. كان لي ولد ماشي هو اللي سمح في ام تاعو، كان على جال الزوجه تاعو، كان العكس، كان هي الزوجه تحب تقارديها ويقول لها نو ناقص المسؤوليه عليا نديها للمركز. وكان لي الاحفاد اللي يجوا يعاودوا يريكوبيريو جداتهم من المراكز، تقول لك الاب تاعي سمح فيها، مي انا ما نسمحش في جداتها. شكرا. وي. شكرا. انت واش تقولي لان هادو لم يرميو والديهم في مراكز دار العجزه، ودوك رجعت حاجه جديده، رجعوا يرميو يعني حتى خياتهم، يشوف اختو كبرت ما تزوجتش يتبعها حتى تتنازل له على الدار، هي غير تتنازل له الدار يرميها. انت واش تقولي لنا على هذه الظاهره؟ شوف احنا تمنينا ان نتكلموا على شيء يفرح الشعب الجزائري، ولكن كان لازم اسمحوا لنا على هذه الامور اللي نحكوا فيهم، ولكن اسمحوا لنا الشعب الجزائري انه رانا حابين نديروا لكم شغل ندقدقوا على قلوبكم، نبهوهم بانه اللي راهو مريح دوكا ما تغافرنا شويه، احنا نخرجنا من ديورنا. الا راك خلاص عييت وراك مريح ويماك مازال ما شتهاش، اختك مازال ما شتهاش، عمتك خالتك جداك، نقول لكم باللي راكم في غلط عظيم وراكم محرومين من امر عظيم. شوف في علم النفس عندنا يقول لك، شوف نقولوا الصحه الجسميه، الصحه هي الماكله الشرب السبور. نعم. اني نعيش بصحه. وكاين حاجه يقول لك واش راك يقول لك اني بصحه وعافيه، العافيه هذه وشنو؟ العافيه هذه انه تكون نفسيا وتكون روحيا تكون متشبع. لما ساعات نروحوا لوالدينا على بالك احنا الشعب الجزائري ساعات كاين اللي راهم دقة ما غافروش والديهم ما يسلموش عليهم، يقول لك والله من العيد لعيد نسلم على يما وبابا، وكاين يقول لك نحشم
نتمنى انه كل واحد مازال ما قال الصحه عيدك عيطوا للكبار عليكم عماتكم خالاتكم، مش شرط دار العجزه. دار العجزه احيانا كما كانوا يهضروا وراهم داروا يعني حوار جميل رغم انه مؤلم، ولكن شغل رانا نتقدقوا على الناس النفوس اللي راهي غلقت على روحها. اليوم الحمد لله ما مش الناس يطرمي كما كانت زمان، نقصوا حالات شاذة الحمد لله، حالات شاذة الحمد لله. لما نروحوا يعني وانت من الناس معروفين انك تروح لهم بزاف، لو تشوف انهم يلبسوا مليح ياكلوا مليح يقصروا مع بعضهم، ديجا كي تهضر معاه تقول لك توحشت وليدي توحشت بنتي توحشت ولد وليدي، يبداو يحكي لك وهم مش محتاجين، محتاجين يسمحهم. شوفي هكذاك هي مرميه تقول لها ما تروحش عند بنتك، تقول لك لا لا ما نزيد لهاش، انا وليدي هو اللي يرفدني، هذاك ولد نسيبي قعد وليد الناس، تقول لك انا ما نزيدش على وليد الناس، كيفاش وليدي ارماني وليد الناس يرفدني؟ الضغط اللي يخلي البنت هذيك تحكم الام تاعها وتحطها، ولكن انا الام تاعي ما نسمحش فيها مهما كان، حتى انه الزوجه اذا الراجل تاعها سمح في يماه، هذا من تمنش على حياتي معه وعلى حياه اولادي معه. كذلك الاطفال اللي يتربوا في عائله جدود داوهم في دار العجزه، هذو الاطفال شرط تستنى منهم كيفاش راحين يكبروا اصلا؟ لما قلت لك العافيه، عافيه الجسد هذه، تعرف اللي بعيد على يماه وباباه تلقيهم دائما يدهم هكذا، الجلوس تاعهم هكذا، هذا الشيء يوقع واحد الامور فيزيولوجيه في الجسم تاعهم، ما يقدروا يرقدوا نورمال، طول الوقت عندهم وساوس، طول الوقت عندهم لي كوشمار، طول الوقت عندهم النفسيه تاعهم محبطه، طول الوقت يقول لك انا نخدم ما يبانش عليا، نجري صحتي ما تبانش عليا، وهذه كلها من عافيه الجسد منين تجينا؟ تجينا من الوالدين تاعنا، كاين زوج طاعه الله والاحسان بالوالدين، هذا الزوج ربي راه ذكرهم. حاولوا انكم تغتنموا الفرصه، رمضان راه فات الحمد لله، ان شاء الله نكونوا من معتوقين من النار، ان شاء الله ربي يكون تقبلنا. اذا بقى لنا العيد، روحوا كملوها بصله الرحم، لعلها تكون اخر ساعه في حياتنا نكونوا لمينا عائلتنا وعنقوا والديكم وسلموا عليهم. هذا العيد احنا مانيش عارفه، ولا الاستعمار خلى فينا هذه الطبيعه تاع الشده، ضرب ولادنا على القسوه وعلى الشده، وانت راجل وحتى الخاوه في بعضهم في العيد ما يتغافروش. يعني حاولوا ان نتقربوا من جدتنا من امهاتنا من ازواجنا، كذلك نحاولوا نرجعوا للترابط الاسري، هذاك اللي راح هو راح يبان على نفسيتنا وعلى العافيه تاع الجسد. شكرا الاستاذه. شكرا لك سعديه. نوليو الفنان المحبوب غاني الجزائري، يعني اليوم واش جبت لنا اليوم؟ جيت باغنيه ثنائيه كنت عملتها مع كلمة صغيرة اختي، نقدموا لها تحية من هذا، نقدم لها تحية نقول لها صحة عيدك اختي العزيزة، كل عام وانت بخير. هي 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 ماشي برك فنانة بالنسبة لي، هي اخت، هي عندي علاقة بزاف بزاف حميمة معها، عندي نحبها ونقدرها ونعتز بها. وفكرت انا يا كي توفت الام تاعي، انا كي توفت الام تاعي ربي يرحمها ويوسع عليها، كما كنت تقولي صلة الرحيم، يعني انا اقول لك صح 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 مصطفى. يعني سي فري كو هذا الشيء هذا راه مؤسف، بصح الحمد لله الناس راهم في دار العجزه وملاح. نعم ملاح، ما يخصهم والو، ما يخصهم والو. انا نقول لك حاجه، خصهم الدفء العائلي ويحوسوا على ولادهم. نقول لك حاجه واحده، شوف اللي ما قدروش ولادهم يعطوه لهم، احنا رانا نجو نسيو نعطيو، يعني نسيو نعطيو لهم هذاك الحنان، هذيك البسمه، هذيك الضحكه، هذيك الفرحه. ان شاء الله ندخلوا لهم البسمه، ان شاء الله ان شاء الله ندخلوا لهم البسمه لقلوبهم. ان شاء الله نوليو الاغنيه ديالك، قلت لي درت ديو مع كريمه الصغيره. الاغنيه تقول يا اختي يا اختي يا بنت بابا ويما، وهي تقول لي يا خويا يا خويا يا وليد بابا ويما، انت قرة عيني وانت كل شيء في الدنيا. بارك الله فيك غاني الجزائري. مشاهدينا الكرام، يعني كما شفنا هذه الاغنيه، هذه الاغنيه حزينه. والله غير يعني بكل صراحه، انت قلت اغنيه حزينه وانا اقول اغنيه تفرح. تفرح ماشي افتخار، يعني باش نفتخر بروحي ولا نفتخر ولا حاجه. يعني قيس انا واحد قاسني، يعني قلت انا الاخت تاعي والاخت تاعي عزيز عليا بزاف، نترحم عليها ونترحم على موتانا المسلمين. نقول ان شاء الله، ان شاء الله يحن القلوب، ان شاء الله كل اخ تكون عنده اخت كما اختي ولا خواتاتي. نعم عندي اربع خواتاتي. نعم يعني بصح واش نقول، هذه اغنيه ان شاء الله اسمعوها وسمعوا كلامها، وان شاء الله يعني تقيسكم ويحن قلبكم. شكرا غالي الجزائري، صحة عيدك وكل عام وانت بخير. عيدك مبروك، وعيد الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية، وكل عام نقول لهم وانتم بخير
وشكرا على الاستضافة وصحايد هاد الباقة هاد تاع الورد اللي جبتها معايا وجنود الخفاء وكريمة صغيرة نقول لها كريمة نقول لك كريمة ربي يطولك في عمرك وربي كيخليك ليا كما موالفة تقولي. شكرا نولي والأستاذة سعدية صحايد كل عام وانت بخير وانت بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. نقول لهم هذه فرصة العيد عندنا فرحتين في العام نختنموها مادام صمنا رمضان والصبر اللي جوزناه العطش الجوع العبادات صبرنا على كل شيء نزيد ونكملوها بصلة الرحم. نقول لهم روحوا زوروا دور العجزة باش تعرفوا قيمة الوالدين تسمعوا واحد الكلام اللي عمركم ما سمعتوه تسمعوا واحد الكلمات تحنانة والدين يرموهم ويزيدوا تلقاهم يدعوا لولادهم يقول لك مساكن ولادنا الله غالب على ولادنا روحوا زوروهم في دور العجزة تعرفوا قيمة والديكم. كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير وصحة عيدكم كاملين. نقول لكم بارك الله فيكم ونزيد نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. تفضلي أستاذة. نقول لكم صحة عيدكم للشعب الجزائري والأمة الإسلامية كما تنطو تاني نداء العائلات ماشي كاليوم من السين تاني حتى خواتاتهم. نعم. كانوا نقول احنا نقولوا الوالدين ميكا اللي حتى اختهم شو يروحوا يزورها. نعم. لازم يكون زيارة تاني الأهل تاعهم لازم يجوا يزوروا خياتهم لديورهم يفقدوهم. هذه الحاجة اللي أنا ندير لها نداء بالبزاف هذو اليامات والغنية تاعك راهي توشي في هذا الموضوع. الأخت هي الأم والأخ هو الأب يعني وي. بكل صراحة هي تروح تزور خواها ويجي يزورها. هذا النداء اللي أنا نقدمه تاني لجميع العائلات نقول لكم صحة عيدكم وصحة للجميع نقول لكم كل عام وانتم بخير ويتعدى علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. أستاذ محمد. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير كاع الشعب الجزائري أم الإسلامية إن شاء الله وطلع الجزاء كامل وقل صحة عيدكم. وأنا أقول لك صحة عيدك أخو أحمد مصطفى. وأنا أقول لك صحة عيدك وأنا قالت عندي حاجة لك مصطفى أنا لازم تعرف عندي أمانة يعني هذه أمانة فضل. عندها ثلاثة أيام أوفا مشي ثلاثة أيام عندها دوك أربع خمس أيام خمس أيام كنا خدامين في دار العجزة اللي 27 خدامين في دار العجزة وانت يعني ما تجيتش الناس كاع كانت تسال عليك وتحوس عليك بارك الله فيك انا ثالث ولا غير كنت شويه عيان دعاولك كنت شويه عيان على هذيك اللي ما جيتش قلت واقيلا غير برمضان هذاك ما غلطنيش ولا كنت شويه عيان وصحه عيدك خويا مصطفى والعائله تاعك كل عام وانت بخير ولا ثالث نقول لك صحه عيدك وانا نقول عائله تدريس صحه عيدهم الكبيرهم لصغيرهم وما ننساوش ديار العجزة لازم نروحوا لعندهم لازم نزوروا لهم نزوروهم وان شاء الله الغريب ربي يدخلوا لوطنه والمريض ربي يشافيه. مشاهدينا الكرام نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير سلام.